صباح الخير ومرحبا بكم في تونس. نهار اليوم اكيد باش يكون نهار سبيسيال برشا على خاطر جايين لنا برشا ضيوف من مصر ولازمنا نرحبوا بهم في تونس الخضراء. اليوم باش نتعداو في برشا بلايص، باش نهبطوا لوسط المدينه، باش نشوفوا الاسواق التونسيه، باش نشوفوا الجامع الكبير خصوصا اليوم نهار جمعه. باش نشوفوا برشا حوايج باهيه على تونس الخضراء، وضيفه اليوم هي ضيفه عزيزه برشا على قلبنا، جايه من مصر الشقيقه. وان شاء الله يا ربي تنبسط في النهار الحلو هذا اللي مش يتعدى. واكيد انا والصديقه ريهام عبد الغفور اليوم باش نكونوا موجودين في تونس نعديو نهار حلو. صباح الخير. صباح الخير. ازيك؟ ازيك انت؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله على السلامه. اول شيء ويلكم تو تونيزيا. ميرسي. هذه اول زياره ليك؟ اول زياره، بس نفسي كنت اجي من زمان والله. سامع ايه عن تونس؟ سامع كلام جميل قوي. مامتي وبابايا جم كتير قبل كده طبعا، بيقعدوا يقولوا تونس الخضراء وجميله قد ايه، وكانوا مبسوطين قوي ان انا جايه. وشفت الخضار في تونس ولا بعد؟ وانا جيت بالليل، ما انت هتوريني دلوقتي بقى. اكيد تشوفوا برشا اشياء عن تونس وان شاء الله. ان شاء الله تعجبك يعني. اكيد اهلك قالوا لك كونها؟ قالوا لي كتير، بس عايزاك تفرجني. يلا اكيد. يلا ليتس جو. بحب صوت امل ماهر. هي جنات تونسية برضو؟ لا مغربية. جنات مغربية؟ برضو صوتها حلو. جنات انت على الفنانين التونسية بتعرفي بس صابر ولطيفة وذكرى. صابر ولطيفة وذكرى، وانت وبنت. هند بتعرفش لطفي بوشناق؟ لا عارفة لطفي بوشناق. بتعرف لطفي بوشناق؟ شفتي الخضار؟ حلو قوي. هي اصلا تونس كلها كانت غابه قبل بالتاريخ، بعد الفينيقيين. ويلكم تو تونيزيا. حلوه قوي قوي، المنظر هنا فظيع. حلو. خضره فعلا. عندك فكره ليه دلوقتي؟ عندك فكره ليه سموها تونس الخضراء؟ اكيد، بس هنقعد فين؟ نقعد هنا. تعالي هنا، تعالي احسن. اوكي انظف. ليه سموها تونس الخضراء؟ بفتكر حسب علمي يعني، لانه فيها اكيد برشا خضار يعني، خضره كثير قوي طبعا، اشجار وانواع واشكال وعديد الالوان. واصلا في حكايه مش متاكد منها انا بالتاريخ يعني، قبل كانت في فما مراجعه زارت تونس وحرقت منطقه معينه. للأسد. بس غصبا عنها رجع طلع. طبعا مفيش حد يتعدى الطبيعه يعني. طبعا قدره الله. فأهم حاجة اللي أنت عجبتك تونس؟ لا حلو قوي. تشبه بلايس في مصر أون برينسيبا. لسه هسألك، رحت سينا؟ رحت شرم؟ رحت شرم الشيخ. بتشبهها هنا قوي عشان الجبل والبحر. أنا حسيت شفت المنطقة دي كده يعني، البحر حلو قوي هناك الأبيض، حسيت شوية قريبة على شرم الشيخ. على شرم. لسه ما رحتش نويبة؟ لا. حلوة كتير بقى. قالوا لي كمان فظيعة. مدينة و الساحل يعني؟ الساحل الشمالي. الساحل الشمالي بس الساحل باسكندريه وكده حلو قوي برده، والبحر برده تحفه. من كل ما تتجه ناحيه مرسى مطروح يبقى تحفه، والبحر يبقى حلو قوي. بس نويبع حاجه تانية. نويبع اللي هي جبل زي سينا. هي في سينا زي شرم كده، بس على بريمتيف اكتر. يعني ما فيش الحاجات الاوتيلات، في كده حاجات هاتس كده، حاجات بدائيه جدا. تقدر تستمتع قوي بالطبيعه. بالليل ما فيش بعد الساعه 12 اي اضاءه خالص، فتلاقي الستارز بقى منوره قوي. حلو قوي. الاقصر غير شيء غير دي حاجه ثالثه بقى. الاقصر واسوان، لانه ده المطرح اللي سياحي. الاقصر واسوان ما فيش بحر طبعا، بس في نيل تحفه. اسوان خطيره، هدوء جامد قوي. في اثار بقى وحاجات كده، لو انت انترستد في المتاحف، في الاثار، في الحاجات، في الحضارات طبعا فظيعه يعني. انا بس جيت على مصر يعني تقريبا المحلين اللي مشيت لهم الاهرامات والسيده زينب، هول المطرحين اللي اسروا فيها، واصلا المطرحين الوحيدين اللي رحت لهم يعني. طول الوقت بنكون يا بالاستوديو يا بالتصوير يا عرفتي بمطاعم وهالقصص اللي بدون فايده يعني. بس رحنا مره، رحت على الاهرامات طبعا، كان يوم قضيت في الاهرامات يوم. الله حلو قوي. الله. وكمان رحنا على السيده زينب وحسين. كان حلو، زيارات حلوه. بس حسب اللي لاحظت القاهره ما فيهاش شبه بتونس. القاهره؟ لا القاهره، لا لا، تونس في الحته دي قريبه من سينا، بس القاهره لا ما افتكرش.
حنشوف جوا تونس اللي هو السوق العتيق والجامع وكذا يمكن تشبه ممكن شويه نحسين وكذا، بس ان شاء الله السفره الجايه بدون كاميرات وبدون كل شيء، بتجيب يوسف ابنك اكيد والعائله وكلهم ونفسحوكم بتونس بطريقه تكون مرتاحه اكثر، مش قدام الكاميرا ان شاء الله. جالي عرضين من مصر. اول حاجه يعني اللهجه المصريه صعبه صراحه، خصوصا انا تعلمت اول حاجه اللهجه اللبنانيه. عرفت ف يعني اصحابي راحوا اول ما طلعوا من سر اكاديمي راحوا على مصر توانسة بيتكلموا مصري احسن ما هند صبري بتتكلم مصري احسن مني. هما واخديننا على فين بعيد كده؟ يا عم حسن ديما طول من بعد على اليسار بعد على اليمين بضيعه. تعال يا عم حسن بساليك. ما تعبتيش من المشوار؟ تعبت. تعب شويه. لازم ناخد قهوه اوكي ونعمل بعدها كزدوره في السوق القديمه. يلا ليتس جو. تفضلي. ثانك يو. ميرسي. ويلكم. مرحبا بك في تونس. ربنا يخليك. ميرسي. جامعيه درست تجاره انجلش جامعه القاهره. يعني حاجه مالهاش علاقه بالفن خالص. بالرغم من ان انا اخواتي الاثنين خريجين معهد السينما، هما الاثنين ما اشتغلوش في الفن. وانا اتخرجت من تجاره انجلش واشتغلت في الفن. جيد. انت دارس فن؟ دارس حاجه ليها علاقه؟ لا انا ايكونومي جيستيون يعني اقتصاد وتصرف كمان. برضه مالوش علاقه تجاره. بس طبعا اكيد يعني في احساس انه حنصير فنان، مش حتصير فنان بس انه في احساس انه دومين الفن ده الدومين المحبب. طب ليه ما درستش حاجه لها علاقه بالفن اساسا؟ اصلا انا كان يعني كان لازم فوت موسيقى، بس بالمعاهد الثانويه ما فيش عندنا سبيشاليتي ميوزيك بالمعاهد الثانويه. اوكي. ف خلاص راحت ايكونومي جيستيون. لا انا لما جيت ادخل ما دخلتش حاجه ليها علاقه بالفن عشان ما كنتش متاكده قوي ساعتها ان انا فعلا عايزه اشتغل في الفن، يعني كنت لسه هيزيتيت ما بين او لا يمكن وبتاع، كنت بتكسف قوي، فكنت اهلي كانوا حاسين ان انا مش هفلح في الموضوع ده يعني، فقالوا لا اخد حاجه دراسه ملهاش دعوه بالفن خالص، وبعدين لو حبيت بعد كده ادرس فن ابقى ادرس. فما لحقتش، ان طبعا اتجوزت وخلفت وعملت كده، فبقيت اخد كورسات كده خارجيه ساعات، يعني لو عندي دور مثلا اروح اخد عليه كورس مثلا دكتور محمد. بس كنت حاسه انه حتوصلي تمثلي يعني؟ كنت حابه بس كنتش متاكده اذا كنت هقدر انجح في الموضوع او فعلا أو يعني استحمل بقول لك كنت بتكسف جدا، فكنت هل هقدر اتغلب على الكسوف دوت وابتدي بقى اشتغل ممثله فعلا ولا لا؟ كنت ما بتفكرش تعمل اي مشروع بما انك درست اقتصاد يعني؟ فكرت في عديد المشاريع يعني. شكرا. فكرت في عديد المشاريع لكن التنفيذ مازال بكري يعني. ليها علاقه بالفن ولا من بره الفن؟ لا بره الفن. انا كمان انا بفكر كتير قوي في مشاريع انا واصحابي كذا. ميرسي. كذا مشروع بيبقى على بالي انا واصحابي تبع الفن؟ لا من بره. من بره. يمكن في حاجات تبع الفن مثلا ان الواحد يبقى عنده استوديو مثلا، دي حاجه بقت كومن قوي الايام دي، ناس كتير عملوها، لان فكره ان يبقى الواحد عنده استوديو مضمونه، لان دايما في ازمه في الاستوديوهات ومفيش كفايه وبيقعد نستنى عشان الاستوديو يفضى، فدي فكره حلوه بس لونج ران قوي يعني مش سهل انها تتعمل بسرعه. يمكن دي الحاجه الوحيده اللي ليها علاقه بالفن، غير كده دايما افكاري بره. يعني ما تعملش بسرعه ليه؟ كمصاري او كمصاري كفلوس. كفلوس، لان عايزه ارض كبيره في مكان حلو، وبعدين عشان يتعمل استوديو حلو بكل الحاجات الايكويبمنت بالظبط الحاجات دي. ف يلا انت اكيد ما دام بتحبي توصلي لهالشغله اكيد ربنا ان شاء الله. اكيد انا جدا بحب نوصل. انت ما فكرتش تعمل استوديو مزيكا مثلا؟ لا لا يعني انا المشاريع الصغيره اللي فكرت فيها كلها برات المزيك.
برا. بيكفيني مشروع انه انا فنان، هذه اول حاجه، خليني يكفي هذا المشروع اللي هو اشتغل على المشروع ده كويس ونجحه ويجيب مشاريع ثانيه ان شاء الله. بس كمان المشاريع اللي برات الفن تعطيك طريق يعني نمط حياه ثاني، لانه اول ما طلعت من ستار اكاديمي اشتغلت شوي، جربت اشتغل شوي في الايكونومي. ايه ايكونومي، بس بحكم وقتي انا كله في لبنان وفي تونس، هنا عملت المشروع يعني مش في لبنان، ف ما مشيش. ما كان عايز تفرغ شويه، كان عايز اهتمام مش لكن ان شاء الله في المستقبل. أي ان شاء الله المشروع بيبقى عايز الواحد يتفرغ له شويه عشان ينجحه ويقومه. يعني خلينا نتفرغ على المشروع الفن والتمثيل، نتفرغ المشروع الفن دلوقتي ونسير التمثيل ونأجل المشاريع الثانيه. مش قولك نمشي وفما مسرح هنا، مسرح تونس، يا ريت مسرح كبيره المسرح البلدي بعديت الفان. مسرح البلدي هذا في تونس، هذا الشارع شارع لحبيب بورقيبه، لحبيب بورقيبه هذا الرئيس السابق بتاع تونس هو اللي جاب الاستقلال لتونس. فسموا الشارع هذا باسمه تيمنا به، وهذا المسرح البلدي في بالي يشبه عندكم عندنا دار الاوبرا القومي، وعندنا طبعا دار الاوبرا. بس بمناسبه المسرح القومي، يعني انا عملت مسرحيتين في حياتي من اول ما اشتغلت، هما الاثنين كانوا على المسرح القومي. هما الاثنين كانوا لشكسبير. الاول عملت الملك لير مع زيحة الفخراني، وبعدين عملت هاملت مع فتحي عبد الوهاب على المسرح القومي. وهاملت كيف كان؟ كانت حلوة قوي. كان فتحي عبد الوهاب كان كويس؟ طبعا. هاملت هو ايه؟ هاملت شخصية هاملت كانت منيحة معاك؟ مش أنا عاملة هاملت، أنا عاملة أوفيليا. هاملت عمله فتحي عبد الوهاب طبعا. المرة الجاية أنا اللي عاملة هاملت. عملش مسرح غنائي قبل؟ لا ما عملتش مسرح غنائي. انت ما عملتش اي حاجه على المسرح؟ لا مسرح لا، لكن عملت فيلم بحر النجوم قبل اللي هو فيلم غنائي. اوكي. مسرح اول حاجه ما جاتش الفرصه، يعني لسه ما جاتش الفرصه. اكيد. بس ما عندكش مانع يعني؟ اكيد اذا في غناء ما عنديش مانع، وتجربه حلوه. بفتكر انت جربت المسرح وتعرف طبعا، علشان رد فعل الجمهور بيبقى على طول وكده، بتقدر تشوف اذا كان انت فعلا عجبت الجمهور ولا لا، وبيبان يعني اي حاجه عملتها تلاقيهم سقفوا كده، فبيبقى على طول حلو. زي ما انت اون ستيج اكيد برضو في الغنى. هلا انتبه، الغنى شيء والتمثيل افتكر اكيد شيء ثاني خالص ولا لا؟ بس معظم يعني سهل ان الواحد يكون مغني يمثل، بس صعب ان يكون ممثل يغني. كمان صعب يكون مغني ويمثل. لا والله بحس ان لا. طب انت كانت تجربة بحر النجوم عاملة ازاي؟ احنا بحر النجوم كنا ضيوف شرف، يعني مش ممثلين، يعني كنا ممثلين بشخصيتنا نحن. لا بس برضو اكيد كان فيها الوقوف قدام الكاميرا في التمثيل مختلف، حتى لو بتمثل شخصيتك. يمكن اما يعني كيف الكليب، شفت كيفاش مثلوا الكليب تقريبا نفس الشيء. اما ما نتخيلش يعني الكليبات كيما تمثيل افلام. الافلام ياخذوا وقت اكثر وياخذوا طبعا قدرة ومجهود. مشيوا شويه.